كل التيارات السياسية اللي التقت بالقذافي سرا في ليبيا ودعمهم سرا كلهم قاطبة كان يسجل لهم لقاءاتهم؟ اي نعم، التسجيل كله يصير وينضم يمه بجهاز من اجهزته، ولما يتصالح ويا الدولة كعربون صلح ينطي التسجيل وينطي الاشخاص اللي استلموا فلوس والاسرار، تفاصيل دقيقة يعني. عملها مع التونسيين وعملها مع المغاربة حقتهم، مع العراقيين ما لم يعملها لانه علاقته ظلت متوترة يعني بشكل عام يعني. نعم. في عام 1991 يعني كان يعني قيل أن هناك علاقة للقذافي بمحاولة الانقلاب التي حدثت في العراق والتي قام بها السوامرة والتكارتة، هل هذا صحيح؟ طبعا هناك سامرائي؟ لا، هي حصلت محاولة انقلابية، محاولتين، محاولة في شهر 4 91 يعني أنا كنت أحد المشتركين فيها وفشلت في مهدها يعني. المحاولة الثانية الأخطر اللي كانت محاولة الضباط الطيارين تكارتا وسوامرا يعني، هو عدم من سوامرا وتكارتا سجنهم، زوجاتهم في بغداد وفي تكريت حصلت، ثلاثة منهم حصلت لهم حوادث سيارات مقصودة، والرابعة كان معلمات آنذاك صح؟ اي نعم يعني، وواحدة من عدن طبعا كانت معلمة من أهل البصرة، جاءت وقابلت القذافي وطلبت من القذافي التدخل لإنقاذ زوجها، كان اسمه يوسف أعتقد، كان مسجون آنذاك، مسجون طيار، مسجون تكريتي، فلم يوافق القذافي، قال لو تدخلت الآن راح يقولون بين المؤامرة أو المحاولة القذافي دعمها، وترك الزوجات ذولا يعني يعيشون كنف عائلته مع زوجته وعائلته يعني، ظلوا فترة يعني حقيقة من 3 4 أيام يعني. نعم. إيه لم يدعمهم يعني حسب علمي يعني، معروف يعني، لم تظهر وثائق عنه لحد الآن يعني. طيب الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات طبعا، يقول أن القذافي وقف إلى جانب الإيراني، هل هذا صحيح؟ نعم. يعني هل اكتفى بالمساندة السياسية أم قدم إسنادا مالي أيضا؟ طبعا اكو حالتين يعني، الحالة الأولى الحرب اللي حصلت في تشاد، كان هناك حرب حقيقية بين العراق وإيران وليبيا، كما قلت بأن هناك يعني الحرب بين تشاد وليبيا هي أصلا حرب بين العراق وإيران. نعم نعم، ما صح التعبير. فكان هناك صراع بين حسين حبري وجوكون عويدي، فدخلت القوات الليبية وفشلت، وبعدين القذافي دخل القوات العربية، الشباب العرب اللي كانوا هناك وأغلبهم فلسطينيين كانوا، فحرروا المنطقة من ليبيا؟ من ليبيا يعني هذا الذي حصل بين في المدارس، تم يعني زج الطلاب من المدارس والكليات وفي حرب تشاد. لا، المسألة مش بالتفصيل هذا، القذافي كان عنده أكثر من 60 معسكر سري في ليبيا لتدريب الأحزاب والشخصيات السياسية العالمية والعربية يعني، من نيكاراغوا إلى انتهاء في جنوب شرق آسيا. كان هناك قطاعات وقوات من هالبلدان اللي يتدربون في ليبيا، وتدريب عسكري كان، وطبعا كان تمويل كبير جدا، وحتى حماية القذافي في هذه الفترة كانوا كلهم من جنوب شرق آسيا يعني. أنا عندي بالكتاب اللي بدي أكتبه الآن عندي الصور شلون قاعدوا حول الحماية، ليس بنات، لا كلهم ذول جنوب شرق آسيا يعني. نعم. كانوا حمايته يعني الحرب، فبالحرب كان اكو مدينة حدودية كانوا يحاربون عليها، وفشت القوات الليبية حقيقة بتحريرها، تدخل صدام حسين حينها وأرسل مجموعة من حرس الجمهوري ومجموعة من الضباط ونواب ضباط، والتقينا بواحد منهم حقيقة يعني، حتى رواتب دولارات كانت مصروفة عليهم، هاي في قمة الحرب العراقية الإيرانية. فدحروا القطاعات الليبية دحر كامل يعني، طبعا وراها حصلت مجزرة بالنسبة للجيش الليبي حقيقة، القوات الخاصة، قذافي شالهم كلهم، رماهم في مجاهل أفريقيا، رماهم في مناطق اللي بيها تماسيح اللي بيها أكلت لهم البشر، وما رجع منهم غير النزر اليزير يعني، كلهم قتلوهم. وبعدين طلع بالتلفزيون قال مين بعث جيش هناك؟ المعروف أنكر الوضع.
نجي على الحرب العراقية الإيرانية. الحرب العراقية الإيرانية طبعا. في الحرب العراقية الإيرانية ديك حرب بالنيابة كانت، هاي حرب حقيقية كانت. أنا كنت من ضمن طاقم مشغلي الرادار في الجيش العراقي الباسل. فقيل لنا حينها كانك مؤتمر صحفي للراحل عدنان خير الله، قال موجود قوات ليبية وأسرى ليبيين. طبعا احنا صدرنا بيان قلنا كذب، ماكو ليبيين، يعني ما تتوقعين بأنه ليبيين يشتركون في العملية هاي، باعتبار يعني إيماننا بأنه قذافي رجل عروبي قومي وكذا. بعد فترة لما اشتغلت معه حقيقة وجدت الوثائق والتقيت بالأشخاص اللي كانوا موجودين، يعني صواريخ سام 6 وسام 2، 13 صاروخ سقط على بغداد. هذا في يوم واحد. نعم في يوم واحد تلقوا 13 صاروخ على بغداد، وكانوا يشعرون بألم يعني. هذا ضابط اسمه عبد الباسط قال كنا نشعر بألم لأن احنا نوجه صواريخ على بغداد وعلى ديالة وعلى بعض المناطق، كان الإيراني لا يثق بينا، يطلب يشوف الأحداثيات بعينه يلا. يقول كنا نتألم يعني بما معناه بأن أنتم العرب تدخون بلدك العربي فشون ما تثق بينا يعني. فكان في يوم واحد أطلقوا لي اليوم الشديد كان. صحيح المختومة كانت باسم القذافي الصواريخ التي سقطت على بغداد 13 صاروخ في آن واحد. هذا في يوم واحد والصواريخ استمرت يعني أحكي لك على فترة طويلة يعني أطلقوا يعني. بس بيوم واحد 13 صاروخ اللي سقط على بغداد، الدفاعات الجوية أسقطت 6 منها يعني. يعني 7 سقطت على مناطق معينة ببغداد. يعني تألمت حقيقة يعني، ما كنا نتوقع بأن المسألة توصل إلى شعب عربي يروح إلى دولة غير عربية يضربون بلد عربي آخر. طيب ما المقصود بعلاقته مع إيرانيين؟ كانك صراع سياسي كبير حقيقة يعني، عدوي صديقي يعني. يعني هم كانوا يعني المصالح تقودهم أينما حلت يعني. وبعدين رجعوا صحاب مرة ثانية. بس بهاي المأساة كانت يعني، مو بس كان اكو بطاريات صواريخ في منطقة المحمرة كانوا حاطينها. وأذت الجيش العراقي حقيقة يعني، لأن الطيارات العراقية كانت تطير يتفاجون بأنها تسقط. كانوا مخبينها الليبيين المكان. فهي هذا لأن كانوا حاطين بطاق القاطع الثاني والقريب من بغداد. طب صدام حسين يعني أنا ذاك يعني علم بأنه القذافي ساعد وساند الإيرانيين في الحرب. هو أيضا نفس الشيء، كانوا بعض المعارضين الليبيين ساكنين في أبو نواس كانوا كان جايبهم. وحين هو اتصل في خاب تسوينا مشكلة بعدين. لا ما سألك مشكلة تكلم. فاتصل بمحامي ليبي اسمه عامر الدغيس الله يرحمه، فكان بعثي هذا. وفعلا يعني أعدم هذا الرجل أو صوفي بشكل مؤلم يعني حقيقة يعني. كان هو صراع الدم بيناتهم يعني حقيقة يعني. والشيء الغريب المفاجئ صراع الدم من ناحيته ومن ناحية القذافي؟ اي نعم يعني كان واصل طريق مسدود حقيقة. يعني طبعا بالفترة القذافي دعم كل المعارضة العراقية بالكامل، دعمهم يعني، يعني دعمهم بالمال وبالسلاح. أنا أحكي لك يوم 24/9 بالليل القذافي بعث، يعني أحكي لك بالليل تقريب 1:00 ما مثبتة طبعا من الوثائق، 1:00 بعث على أياس عي ثابت وعبد الأمير اللامي. وطبعا أخذهم بشكل مفاجئ التقابين بالليل وقال لهم الآن بدت الحرب والآن فرصتنا كذا تغيير كذا أشعدكم. قالوا عندنا حركة شعبية أو جيش شعبي لتحرير العراق شيء بالمعنى. فنطع مبلغ ضخم يعني حقيقة يعني. كم يقدر على ذلك؟ يعني 5 مليون و6 مليون شوية. فتحول المبلغ يعني إلى ألمانيا. فذهبوا إلى ألمانيا الاثنين، ألقي القبض على عبد الأمير النامي، شكوا به عراقي وشايل جنسية جواز ليبي. الآخر دخل وسووا عملية صغيرة في القاطع الأوسط، تم إلقاء القبض عليه. هل يعني كان الشخص الذي كان برفقته هل أوشى به؟ هل هذا فعلا؟ هو طبعا رجل يقول نعم هو اللي أوشى به حتى يظفر. وفعلا يعني العملية كانت عملية مرتبة وكذب حقيقة يعني. عملوا عملية بسيطة في القاطع الأوسط، القاطع مندلي وهالمناطق هاي، وقتل فيها 14 شخص. وكنا نتوقع بأن هذول من تيار العروبي القومي، طلعوا مو من تيار، طلعوا الناس مسفرين ومساكين.
وعوائلهم إلى اليوم يعني طالبين من ثأرهم، وبقيت الفلوس اختفت يعني حقيقة يعني. نعم. يعني اختفت، كانت هي محاولة يعني لعمل قلقلة بداية الحرب العراقية الإيرانية. نعم. كان يتصور بين الناس اللي كانوا موجودين، بالمناسبة كان يعتمد على الأسماء اللامعة فقط يعني الأسماء الحقيقية الموجودة على الأرض، الناس اللي يقاتلون على الأرض ما تقرب منهم. ليش؟ يعني ذول أسماء كبيرة جدا وكان مستغلهم حقيقة. كان متخوف منهم يعني آنذاك؟ لا لا، الناس ما عندهم شيء حقيقة. الناس ذول بعد 68 69 70 لما قسم هربوا من جيء الحكم حزب البعث الحكم، قسم لا من سجنه 3 سنوات، سنة 6 شهور، طلعوا هربوا. من هربوا انقطعت علاقتهم بالعراق، فتصور ما زالوا يعني نفس العلاقة يعني. فليبيا كانت تحتضن كل حركات التحرر العالمية. يعني كارلوس كان موجود هناك يتمشى عادي، وكان حصلت في عام 93 محاولة انقلابية قادوا جماعة بني وليد اللي يسيبي ضباط قادوا منك. فذول الضباط تفاجأنا بظهور من تحت الأرض. نعم. ذول الكوريين صينيين جيش كامل طلع نزلوا بالشوارع طوقوا باب العزيزة كلها حموه. يا بذول مين طلعوا وين كانوا ومن جابهم؟ كانوا حماية طبعا القذافي ما حد شافهم أصلا يعني. قالوا موجودين في مكان ما، قيل تحت الأرض، وقيل عوائلهم معاهم وسوبر ماركتات ومدارس وأكل وشرب كله موجود يعني. فضروا حقيقة يعني، وأنا عندي صور يعني شون حامين هم يعني نفسهم ذولا بيني موجوههم ذولا كلهم صينيين كوريين آسيويين يعني. آسيويين نعم يعني. طبعا دكتور جمال السامرة إيسا، يعني انتهاء الحلقة الجزء الأول من حياة القذافي معك، نتواصل معك في الجزء الثاني بإذن الله. شكرا جزيلا لك. تسلمي بارك. أحبتي المشاهدين، إلى هنا ينتهي الجزء الأول مع ضيفي الكريم الأستاذ جمال السامرائي مستشار القذافي سابقا. ألقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله، في أمان الله.